دي يا فندم موجودة هنا على طول سيادتك وبتنام هنا وملهاش مأوى حضرتك والنطرة عيني شغالة عليها ليل ونهار. فيا ريت أرجوكم من المسؤولين يعني يهتم بالست ديت وهي يعني مريضة يعني عقليا شوية يعني عليها خفيف شوية. بقى لها قد إيه قاعدة هنا؟ بقى لها بصراحة بقى لها فترة بقى لها يجي سنة. أنا هنا بعدي على طول كل يوم وبشوف الست دي موجودة. مفيش حد يعرف ليها أي قرايب أي أهل؟ أي حد حضرتك هي زي ما أنت شايف سيادتك. من القاهرة هنا؟ ما اعرفش هي بس انا بشوفها هنا كل يوم موجوده في الحته ديت وملهاش حد بيسال عليها. فيا ريت يعني اي حد يسال عليها. سنه كتيره بتساعدها باي حاجه في المنطقه؟ بتديها فلوس بترميها بصراحه ما بتاخدش فلوس من حد. يعني هي بتروح تجيب الاكل لنفسها وبتروح تجيب كل حاجه لنفسها. زي ما انت شايف سيادتك الوضع لها يعني سيء جدا والنطره شغال عليها زي ما انت شايف وهي برضو قاعده على طول مقيمه هنا. صيف شتاء قاعده هنا بايته هنا. بتغطي نفسها كده جورنان ولا حاجة وبتنام برضو.